السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي. أنا فعلا لسه داخل من الباب حالا وما قلعتش ولا عملت أي حاجة. أنا دلوقتي جاي أوريكم حصيلة الأسبوع، أنا عملت فيها إيه. أنا عملت فيها إن أنا اشتريت ساعة جي شوك، أنا الحمد لله رب يعني إن هو على طول بيبعت لي جي شوك. اشتريت ساعة جي شوك اللي هي جي دي 100، كان معايا اللي هي الحمراء اللي هي الجي دي 120 اللي هي الريد كامو فلاش، وكنت عملت عليها يعني ايه في لقطه كده. اشتريت الساعه دي جي دي 100، دي ميلتري ستاندرد، دي يعني تخصص الجيش شويه، يعني شكلها زي ساعه جيش شويه، ساعه كبيره ما شاء الله، ساعه كبيره ضخمه. الباك لايت بتاعها حلو قوي، يعني لما تيجي تعمل كده اهو كده كويس اهي، الباك لايت بتاعها كويس اللي هو يعني انت في الضلمه ما بتشوفش اي حاجه، بمجرد ما بتدوس على الباك لايت ده بيعمل كده. ساعة كويسة، ساعة ما كانش فيها اي جروح، انا شاريها مستعملة على فكرة، مش شاريها جديدة، انا شاريها مستعملة. قولوا لي صح، انتوا ايه رأيكم صح، انت بتشتري ساعة مستعملة ولا ساعة جديدة؟ وقول لي ايهما تفضل. يعني انا واحد يعتبر ممكن بشتري ساعات كتير او مستعملة، وبشتري ساعات جديدة برضو يعني بنوع، بس الاغلبية بيبقى ساعات مستعملة شوية، لان الجديد ساعات بلاقيه غالي قوي فما بعرفش اشتريه، فالمستعمل ساعات بشتريه باسعار لطيفة، يعني اسعار ما بتبقاش قليله قوي داون يعني، بس تبقى اسعار كويسه. دي بقول لكم حصيله الاسبوع جي دي 100 الساعه دي. في بقى وحش قاتل هوريه لكم دلوقتي من الشكل كده، تتوقعوا انا بس بعز الساعه عشان تعرفوا هي ايه. جي ستيل اول ساعه جي ستيل جي شوك اشتريها في حياتي، اول ساعه جي ستيل اس 1100، جي ستيل اس 1100. انا الساعه دي جميله قوي يا جماعه، جميله قوي. انا كانت اقسم بالله من احلامي ان انا كنت اشتري ساعه جي ستيل. اتمنى والله العظيم انا واحد فعلا بسيط جدا زيكم بالظبط، يمكن ابسط منكم بمراحل، بس انا واحد عندي احلام وكان نفسي تحقق. انا من احلامي كان في ساعات كده يعني في احلامي كده ان انا كان نفسي اشتريها، واحمدك يا رب واشكر فضلك على عمال اشتري الساعات اللي بتيجي في احلامي، عمال اشتريها بالتدريج طبعا، مش كل في حلمي بيجي طبعا، بس من احلامي ان انا كان نفسي تبقى معايا ساعه جي ستيل جي شوك اس، يعني ساعه جي ستيل عموما. انا على فكره صح العلم بشيء، انا ما كنتش اعرف يعني ايه موديلات الجي ستيل، انا كنت اشوف ساعه جي ستيل في ساعه ببلوتوث كده هنا اللي هي فيها بيبقى فيها زي عباره عن مروحه هنا كده، لكن ما كنتش بهتم قوي بالموديلات. لكن دي اول ساعه جي ستيل امتلكها في حياتي، اول ساعه جي ستيل. الساعه كبيره، الساعه ما شاء الله تقيله كمان. انا نسيت صح اقول لكم، الساعات الجي شوك كانت بتنزل الستانلس بتاعها زي لو تفتكروا جرافيتي ماستر اللي هي جي اي 1000 اللي هي ستودا، اللي هي كانت الستيل بتاعها كان عباره زي البلاستيك كده شويه، لكن ده ستيل مش ستيل يعني، ده ستيل تقيل، حتى كمان لما مسكتها تقيله كمان. لما تيجي تبصوا انا ليه هعمل لها ريفيو كامل، بس الساعه يا جماعه بصوا السيكنس بتاعها، السيكنس بتاعها دي زي دي اعتقد عشان بس بعملها من الكاميرا الاماميه، اعتقد السودا زي الستيل، بس الستيل السودا خفيفه، الستيل قويه تقيله. الساعه مش عايز اقول لكم، ثواني كانت في النور، بس ثواني باذنكم اطفي النور اقول لكم بس النور بتاعها. انا كده طفيت النور خالص. بصوا النور عامل ازاي، بصوا النور كده على الحيطه عامل ازاي. انتوا يعني معلش، هو النور بتاعها كشافه عالي قوي. ساعه جي ستيل دي ساعه تحفه يا جماعه، تحفه. صح يا جماعه صح، انا عايز اقول لكم على حاجه، اتمنى في الفيديو ده كل واحد عنده سؤال في الساعات يكتبوا لي في الكومنت، بحيث ان الفيديو ده اجمع منه كل الاسئله وفي الفيديو الجاي اجاوب عليها. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا حد مثلا عايز يشتري ساعه يقول لي عليها، حد مثلا عايز يقول لي مثلا تظبيط ساعه معينه حتى لو مش عندي اقول له ازاي تتظبط، حد مثلا عايز مثلا يعرف حاجه معينه يقول لي عليها، حد يرى عايز حاجه في التخسيس كمان يقول لي عليها. انا كنت صح يا جماعه، انا كنت 95 كيلو دلوقتي بقيت 82 او 80 كيلو كمان 80 وكمان بنزل 79، فاتمنى ان انتوا ايه يعني تقولوا لي.
ان شاء الله ان شاء الله. عايزكم في الفيديو ده تكتبوا لي كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها في الكومنتات تحت وانا هجاوب عليها. وطبعا طبعا ان شاء الله يعني ما تنسونيش طبعا ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. واتمنى يبقى ده الاكسترا مايل بتاعكم او الحاجه الجديده اللي انتوا تعملوها، اتمنى تنشروها بين اصدقائكم، تقولوا لهم لو سمحتم اشتركوا في قناه الراجل ده ان شاء الله عشان بس نكبر القناه. والله العظيم انا فعلا بقى بيجي لي شويه دلوقتي تساؤلات على الانستغرام كويسه جدا، فاتمنى بس تساعدوني وكل حاجه تبقى بيكم طبعا، انا ابسط خلق الله. شكرا جدا ليكم، واتمنى بس حضرتكم لو في اي سؤال يا ريت يبقى في الحلقه دي كل الاسئله تتجمع عشان اجاوب عليها في الحلقه الجايه، ممكن الحلقه الجايه انشرها بكره الله اعلم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.